بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الموديول الثلاثة هنتكلم عن البروتوكولز والمودلز. البروتوكولز ديت هي الرولز أو شوية شروط أو شوية حاجات كده لازم تمشي عليها ستيبس، عشان لما تيجي تبعت مثلا رسالة من مكان لمكان إيه الستيبس اللي هتمشي فيها، إيه الرولز اللي هتتحكم في الرسالة دي عشان توصل من مكان لمكان. المودلز اللي هي مين إيه الستيبس بقى دي نفسها اسمها إيه، وكل ستيب فيهم بتعمل إيه بالظبط. في طبعا في تو موديلز من الموضوع ده هندرسهم، وهنركز على الموديل الكبير فيهم اللي هو بيبقى فيه الخطوات كلها مفصلة. ان شاء الله هناخد موديول ثلاثة بس النهارده. طيب مبدئيا كده الاوبجكتيف بتاع الشابتر ده اللي هو بيتكلم عن الرولز اوف بروتوكولز، اللي هي الرولز ديت بتاعه البروتوكولز اللي انت المفروض تمشي عليها عشان تبعت رساله من مكان لمكان، تمام؟ وايه هي النتورك كوميونيكيشنز، ان ازاي اصلا الرساله بقى بتتبعت من مكان لمكان، ده ايه الستيبس اللي بتمشي عليها وايه اللي بيحصل بالظبط، وايه الرولز اللي بتتحكم في الايه في عمليه الارسال واستقبال دي. طيب ايه اصلا الرولز دي، يعني ايه الرولز اصلا؟ الرولز ديت مبدئيا كده هيبدا بالكوميونيكيشن فاندمنتالز، اللي هو يقول لك ايه، طالما انت عاوز تبعت رساله من مكان لمكان لازم يكون في سندر، ولازم يكون في ريسيفر، ولازم يكون في ميديا. الميديا ده اللي هو ايه، او الوسيط اللي بينقل الايه الرساله من السندر للريسيفر. فدي طبعا دي اساسيات في الكوميونيكيشن، لازم الثلاث حاجات دولت يكونوا موجودين، طبعا باختلاف الايه باختلاف الاركتكتشر بتاع كل واحده فيهم. يعني يبقى انا عندي دلوقتي السندر، وعندي ريسيفر، وعندي الميديا اللي هو السلك اللي بيوصل البيانات من مكان لمكان اخر. طيب لو احنا خدنا مثال، طبعا مثال على البشر مثلا، يعني انا عندي شخص اهوت واحده بتكلم واحد، فطبعا عشان تبعت الرسالة هي أول ما بتتكلم الرسالة دي بتمشي في الإيه؟ بتمشي في الهواء. طيب الهواء ده هو الإيه؟ هو الميديا بتاعتي، هو دي اللي بتحمل الإيه؟ بتحمل الويف أو السيجنال بتاعة الشخص ده. وبعد كده بتوصل للشخص التاني ده فبيبدأ ياخد السيجنال ديت ويترجمها ويفهم. طيب نفس الكلام بالظبط في الكمبيوتر، في الكمبيوتر أنا برضه ببعت مسج من لابتوب مثلا، فهي بتمشي برضه على الميديا لحد ما توصل إلى إيه الجهاز التاني. طيب زي ما دي مشيت في الجو عن طريق سيجنال، عن طريق سيجنالز يعني اللي هي بتبقى عباره عن حاجه كده عامله زي الويفز، نفس الكلام هنا برضو نفس الكلام بتمشي على الميديا ديت برضو في شكل بيتس او سيجنال برضو، وبعد كده لما توصل هناك بتتجمع ويقدر الجهاز التاني يفهمها ويفتحها، فيقدر يعرف هو الرساله دي جايه له منين وجايه له هي الكونتنت بتاعها ايه بالظبط. طبعا دي الكوميونيكيشن بروتوكولز او الرولز بتاعت الكوميونيكيشن بروتوكول، اللي هو التلات ايه التلات حاجات اللي احنا قلنا عليهم اللي هو السندر والريسيفر والميديا. طيب من ضمن الرولز برضو ان لازم تكون عشان تبعت رساله من مكان لمكان لازم التاني يكون فاهم انت بتبعت له ايه. يعني مثلا لو انت بعت له نص رساله كده مفهومه، وبعد كده لما جه يقرا بقيه الكلام ده مش هيفهم الكلام ده، فطبعا لازم الكلام ده يترجم عشان التاني يقدر يفهمه. فدي من ضمن الرولز برضو، عشان تبعت رساله من سندر للريسيفر لازم يكون في ما بينهم لغه مشتركه. طيب لو انت قمت واخد الكلام ده الاحمر ده اللي انا علمت عليه بالاحمر ده وترجمته، ترجمته للشكل ده كده ذا ستراكشر اوف ذا جرامر ذا لانجوج مش عارف ايه، اه ده هو يقدر يفهم الكلام ده. فكده بقى في ما بينهم حاجه اسمها اجريمنت، اللي هو يعني اتفاق ما بينهم ان انت لو بعت لي حاجه انا هفهمها، وانا لو بعت لك حاجه انت هتفهم. اللي هي مثلا لو انا خدتها بالبشر يبقى اللغه بتاعت الايه البشر، يعني خدت اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه، يبقى دي برضو من ضمن الرولز بتاعت الكوميونيكيشن. طيب بيقول لي ان الرولز او الرولز بتاعت البروتوكولز ديت لازم تحقق الريكويرمنتس دي. الريكويرمنتس اللي هي بتقول لك لازم يكون في ايدنتيفايد سندر ريسيفر، لازم يكون السندر والريسيفر معلومين. يعني انا دلوقتي ابعت من احمد لمحمد، ابعت من انا مثلا للدكتور معين، فلازم يكون انت عارف السندر والريسيفر. تاني حاجه الكامون لانجوج، ما ينفعش ابعت له حاجه بلغه هو مش عارفها، ماشي؟ السبيد اند تايمنج اللي هو يعني الرساله دي وصلت امتى ووصلت الساعه كام، ماشي؟ وهل هي هتوصل، هل الرساله دي كبيره ولا صغيره، عشان هنشوف هي هتوصل في وقت كبير ولا قليل. والكونفرميشن كمان اللي هو المفروض ياكد عليا، لو انا بعت حاجه من السندر للريسيفر المفروض الريسيفر يبعت لي اكنولجمنت كده يقول لي اه الرساله وصلت، يبقى كده تمام. يبقى دي من ضمن برضو ايه، من ضمن الريكويرمنتس اللي بتحقق الرولز بتاعه الايه بتاعه البروتوكولز اللي هي لسه اصلا ما اتكلمناش فيها. البروتوكولز ديت اللي هي الستبس اللي احنا قلنا عليها عشان الرساله تمشي من مكان لمكان، بتمشي على مجموعه خطوات، تمشي على مجموعة رولز، هي دي البروتوكولز. طيب النتورك بروتوكول ريكويرمنتس، من ضمن برضو المتطلبات بتاعة البروتوكولز دي اللي هي بتحقق لي وصول الرسالة من مكان لمكان، لازم تعدي على الايه الخمس حاجات دول.
اول حاجه اللي هو المسج انكودنج، تعالى ناخدها واحده واحده كده. المسج انكودنج دي بيقول لك ان الانكودنج دي معناها اصلا، او المسج انكودنج معناها هي عباره عن process of converting information into another acceptable form for transmission. يعني انت طبعا انت عندك صوره من الجهاز الاولاني ده عاوز تبعتها للجهاز الثاني، او عندك رساله عاوز تبعتها من الجهاز الاولاني للجهاز الثاني. طبعا الصوره ديت بنفس الشكل اللي انت شايفه ده كده مش هي اللي بتمشي على الخط ده، ده لازم الصوره دي تتحول الى شكل ايه اكسبتابل عشان تمشي على الميديا، فهي تتحول في الاخر الى بيتس، يعني بتبقى يا اما في الاخر سيجنال يا اما بيتس في الاخر عشان تمشي ايه، عشان تمشي على الميديا دي وتوصل توصل للجهاز الثاني. طيب يبقى انت عندك المسج انكودنج هي البروسيس بتاع الكونفرتنج انفورميشن انتو انذر اكسبتابل فورم لشكل تاني مقبول الى حد ما عشان يقدر يمشي على الترانسميشن ميديا اللي احنا شايفينها دي. طيب الديكودنج بقى نفس الفكره، الديكودنج اللي انت لو وصلت للجهاز الثاني بيبدا الجهاز ده يعمل حاجه اسمها ديكودنج اللي هو بيريفرس البروسيس بتاعه الانكودنج عشان اقدر افهم الرساله دي اصلا هي كانت عباره عن ايه. يعني انت دلوقتي وصل لك عدد بيتس، فانت المفروض بتجمع البيتس دي في شكل معين عشان تقدر تشوف الرساله زي ما انت شايفها بالشكل ده كده، لكن ما ينفعش اخدها اعرضها كبيتس زي ما وصلت على الترانسميشن ميديا. تمام كده؟ طيب تاني حاجه المسج فورماتنج والانكابسوليشن. يعني ايه المسج فورماتنج؟ يعني مثلا لو خدت مثال في الواقع، انت عندك ايميل لما تيجي تبعت ايميل، الايميل ده بيبقى مقسم الى كذا حاجه، بيبقى عندك الرساله بتاعت الدير جان دي، بعد كده بيبقى في الليتر موجود، بعد كده في اللي هو الامضه بتاعتك ماشي، ومثلا لو في عنوان، لو في تاريخ، لو في اي حاجه بتكتبها تحت. فطبعا ده اسطمبه او ده شكل متفق عليه في الليتر عشان اقدر برضو ان حد يجي يشوف الرساله دي يعرف ان ده ليتر وصل له، فدي حاجه هامه المفروض تقراها. طيب نفس الكلام برضو بيتطبق في الكمبيوتر، انت عشان تبعت رساله من مكان لمكان بيحصل لها برضو حاجه اسمها فورماتنج وانكابسوليشن، ان الرساله دي بيبقى معاها كذا حاجه، يعني كل شويه هتلاقي بيدخل معاها حاجه، فبيبقى معاها السورس اي بي ادرس مثلا، بيبقى معاها ديستنيشن اي بي اللي هي راح جايه منين وراحه فين، وبيبقى فيها اللينس بتاعها كام ماشي، بيبقى معاها مقسمه الى اجزاء، يعني مقسمه الى اجزاء معينه، الفيرجن بتاع الاي بي نفسه فيرجن كام، فيرجن اي بي 4 ولا فيرجن 6، السايز بتاعها، الكلام ده كله لسه هنتكلم فيه تفصيل ان شاء الله. بس تاخد من المسج فورماتنج دي ان الرساله عشان توصل مكان لمكان لازم يكون لها فورمات معين بالشكل اللي احنا ايه اللي احنا شايفينه ده كده، فده من ضمن ايه من ضمن برضو الريكويرمنتس بتاعت النيتورك بروتوكولز. تالت حاجه المسج سايز، لو انت جيت بس مثلا تبعت رساله من مكان لمكان بعتها مره واحده، الرساله دي كبيره جدا بتتبعت مره واحده، طبعا المره واحده دي ممكن يحصل كوليجن، ممكن يحصل مشكله في النيتورك، فالجهاز بتاع ده اللي هو الرساله دي ما توصلش مثلا، فطبعا ايه ممكن ما يقدرش الريسيفر ما يقدرش يستقبل الرساله دي. طيب الرساله دي لو اتقسمت على ثلاث اجزاء مثلا اربع اجزاء، يبقى كده انا هبعت مثلا ادي الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث، واول ما الكلام ده يوصل على الجهاز ده هيقوم واخد الجزء الاول والثاني والثالث مجمعهم، وبعد كده هيقوم عارضهم كايه كفايل واحد، فكده خلاص ايه خلاص وصلت بالنسبه لي ماشي. فدي المسج ايه مسج سايز، وطبعا ده اللي بيحصل تقريبا، ده اللي بيحصل يعني ايه اوريدي في الشبكات حاليا، ان انت عشان تبعت اي حاجه كبيره فهي بتتقسم اصلا الى اجزاء، وكل جزء بيتبعت في تايم معين، بيتبعت في سايز معين، وفي الاخر بيحصل عمليه ايه عمليه تجميع للسيجمنتس ديت او الاجزاء دي عشان تبقى في الاخر حته واحده ونشوفها على الجهاز التاني اللي هو ايه اللي هو في الطرف التاني اللي هو الريسيفر. طيب المسج تايمنج بقى، المسج تايمنج ده اللي هو ازاي بقى الرساله نفسها وصلت امتى، طب هي وصلت، طب هل حصل مشكله في الطريق، طب هي طلعت دلوقتي الساعه كام ووصلت هناك الساعه كام. فانت عندك في المسج تايمنج ديت فيها ثلاث حاجات اللي هو الفلو كنترول، ودي بيقول لي مانج ذا ريت اوف داتا ترانسميشن اند ديفاين هاو ماتش انفورميشن كان بي سنت اند سبيد، يعني كل جزء من الداتا دي اتبعت الجزء ده قد ايه والسبيد بتاعته قد ايه، سرعته قد ايه، وصل في الساعه كام، مش الساعه كام، وصل الساعه كام. طيب فيها عندك حاجه ثانيه اسمها ريسبونس تايم اوت اللي هو مانج هاو لونج ا ديفايس ويتس when it doesn't hear a reply from the destination، يعني المفروض ان الريسيفر ده ينتظر قد ايه لحد ما الرساله توصل له ماشي. يعني انا دلوقتي لو ببعت رساله من السندر للريسيفر، المفروض الريسيفر ده يعني اقصى وقت ينتظر لحد امتى. فمثلا انت بتبعت لزميلك من الماسنجر، انت بتبعت له رساله وهو منتظر الرساله ده، هو شايفك دلوقتي بتعمل ايه تايبنج بتكتب، فهو منتظر منك رساله دلوقتي، طب هو هينتظر لحد امتى؟ طيب بعد كده في اكسس ميثود، الاكسس ميثود ده ديتيرمين وين someone can send a message، يعني
امتى مسموح لك انت تبعت رساله. ده بنشوفها اكتر لو انت مثلا بتتكلم في الماسنجر مثلا، فانت بتتكلم مع زميلك، فالمفروض واحد بيتكلم والتاني بيسمع، فالمفروض في ادوار دلوقتي، في تناوب ادوار، ما ينفعش الاثنين يتكلموا مع بعض، لان لو الاثنين يتكلموا مع بعض هيحصل كوليجن. فطبعا انا دلوقتي بتكلم، فالمفروض هو يسمع، انا لما اخلص كلامي هو المفروض يتكلم وانا ايه، وانا اسمع، عشان ما يحصلش الموضوع بتاع الايه، بتاع الكوليجن ده. طبعا دي بتبقى مشكله في النتورك برضه. طيب المسج ديليفري اوبشنز، في عندك اوبشنز للدليفري بتاعه المسج، ان السندر مثلا عاوز يبعت رساله للريسيفر، طب هو عاوز يبعت لواحد بس، ولا عاوز يبعت لمجموعه، ولا عاوز يبعت لكل الناس اللي موجوده على الشبكه. فطبعا الصوره دي توضح الدنيا كويس. فانا عندي الاوبشن الاولاني هو اليونيكاست، اللي هو 1 تو 1 كوميونيكيشن، يعني السندر عاوز يبعت رساله بس لشخص واحد بعينه، هيبعت للشخص ده فقط لا غير، ماشي. اليونيكاست المالتي كاست، وده 1 تو ميني، يعني المفروض ان السورس هيبعت لكذا ديستنيشن، اللي هو مثلا 2 من الاربعه دول كلهم. بعد كده ثالث حاجه اللي هو البرودكاست، اللي هو 1 تو اول، اللي هو الشخص ده هيبعت رساله لايه، لكل الناس اللي موجودين عندي في الايه، في الشبكه. فطبعا دي الثلاثه اوبشنز اللي الموجودين عندي في المسج ديليفري ايه اوبشنز. طيب دي نفس الرسمه على فكره، اللي هي اليونيكاست اهوت بيحدد واحد بس، وبعد كده المالتي كاست بيحدد كذا حد، والبرودكاست لكل الناس الموجوده عندي في الشبكه. طيب ايه بقى البروتوكولز اللي احنا عمال نتكلم عليها من شويه ديت؟ هنبدا بقى ندرس ايه هي البروتوكولز دي. طيب بيقول لي البروتوكولز ديت هي طبعا مبدئيا كده قبل ما تعرفها، يعني النتورك بروتوكولز ديفاين كومن سيت اوف رولز، هي اللي فيها مجموعه الشروط اللي المفروض عشان تبعت رساله من مكان لمكان، ايه الشروط ديت هي اللي هتتحقق على الرساله دي عشان توصل من المكان ده للمكان الصح. طيب هو كان بي امبلمنتد، يعني انت تقدر تعمل امبلمنتيشن للبروتوكولز دي باي سوفت وير او هارد وير او الاثنين مع بعض، ماشي. طيب البروتوكولز هاف ذير اون، يبقى ليها وظائف معينه، ليها فورمات معينه، لها ايه، لها رولز معينه. طبعا مفيش بروتوكول واحد، هو في كذا بروتوكول. طيب فتعالى نتعرف مثلا على اول بروتوكول موجود عندنا، اللي هو اول نوع من انواع البروتوكولات، اللي هي النتورك كوميونيكيشن. النتورك كوميونيكيشن ده بيقول لي enable two or more devices to communicate over one or more network. يعني انت دلوقتي انت موجود في شبكه واحده مثلا، عاوز تبعت رساله من مكان لمكان، فده المسؤول عنه البروتوكول بتاع النتورك كوميونيكيشن. عاوز تبعت رساله من مكان لمكان اخر، اللي هو من لان لان ثانيه خالص موجوده في مكان مختلف، برضه نفس الكلام ده اللي بيتحكم برضه في الايه، في الجزء ده. طيب البروتوكول الثاني اللي هو النتورك سكيورتي، اللي هو بيعمل سكيورتي على البيانات او الرسائل اللي بتتباع دي، يعني محدش يقدر يفتح الرسائل ديت الا الناس الاوثورايزد، او هو اللي بيبروفايد على المواقع الاوثنتيكيشن والديتا انتجريتي، بيحقق حاجه اسمها التكامل للديتا، ان البيانات اللي انا بعتها من السندر للريسيفر هي نفسها، ما حصلش اي تغيير في النص، ولا حد دخل في النص غير البيانات دي، وهي المسؤوله برضو عن الداتا انكريبشن لو انت هتشفر البيانات ديت قبل ما تبعتها للشخص التاني. طيب البروتوكول التالت اللي هو الراوتنج، وده المسؤول ان هو بيختار الباص اللي هيمشي عليه الداتا من مكان لمكان، تمام كده. يعني انت تبعت رساله من مكان للسندر للريسيفر، طبعا انا ببعت لك رساله دلوقتي، انا قاعد مثلا في القاهره وانت في اسكندريه، طيب ايه الراوترات بقى وايه الباصز اللي هتمشي عليها عشان تقدر توصل الرساله دي من مكان لمكان ده، مين اللي بيحقق الكلام ده، اللي هو الراوتنج ايه، الراوتنج بروتوكول. وبعد كده في عندك حاجه اسمها سيرفيس ديسكفري، ده يوزد فور اوتوماتيك ديتكشن اوف ديفايسز اور سيرفيسز، يعني ده اللي بيختار السيرفيس، الخدمات اللي هي المفروض يستعين بيها طول ما هو ماشي في المسار، او هو بيختار الديفايسز اللي هي المفروض يختارها برضه عشان يمشي الرساله من ايه، من مكان اللي هو واقف عندها دلوقتي. طبعا لسه هندرس البروتوكولز دي بتوسع اكتر من الحاجات البسيطه اللي احنا شايفينها دي. طيب احنا قلنا ان النتورك بروتوكولز ليها ثلاث حاجات اساسيين، اللي هو الفانكشن والفورمات والرولز. طيب ايه هي الفانكشنز بتاعت النتورك بروتوكول؟ الفانكشنز ديت هي عباره عن ايه؟ يعني مثلا ادريسنج، الادريسنج ده اللي هو بيدنتيفاي السندر والريسيفر، ده اللي هو بيحدد الاي بي بتاع السندر والريسيفر عشان يبقى ده عارف ده، وده لما ابعت بعمل لك رساله اتاكد ان انت بعت لي فعلا ولا لا. طيب الريليابيليتي اللي هو بروفايد جارانتيد الدليفري، اللي هو بياكد الوصول البيانات للشخص الثاني. والفلو كنترول اللي هو انشور داتا فلو ات ان افيشنت ريت، يعني البيانات وهي ماشيه طول ما هي ماشيه في السلك لازم تمشي بشكل كفاءه كويسه كويسه جدا عشان ما يحصلش اي مشكله للداتا دي، ما يحصلش اي ديستورشن، ما يتوقعش منها ايه، ما يتوقعش منها ايه بيتس معينه. السيكونسنج
الفانكشن رقم 4 في البروتوكولز، اللي هي بيقول لي يونيكلي ليبل ايتش ترانسميتد سيجمنت اوف داتا. قلنا من شويه ان الداتا ما بتتبعتش بلوك على بعضه، لا ده بتتقسم لمجموعه سيجمنت، كل سيجمنت بتترقم برقم معين، ولما توصل الناحيه الثانيه بيبدا يجمع الارقام ديت عشان يعني يشوف الداتا على بعضها مره واحده. وبعد كده ايرور ديتكشن، ده ديترمن اف داتا بيكيم كوربتد ديورنج ترانسميت، ده اللي بيحدد بقى بعد ما الداتا وصلت للريسيفر، ده اللي بيحدد هل الداتا دي حصل فيها كوربشن ولا لا، حصل فيها ديستورشن ولا لا، حد حصل عمل هاكينج على الداتا دي ولا لا. طبعا من خلال معادلات معينه كده بتطبق عند السندر والريسيفر، ولو طلعوا نفس القيمه يبقى ما حصلش اي تغيير، لو القيمه دي اتغيرت فبيحصل ايه، فبيعرف ان في حد عمل هاكينج على الداتا وحصل مشكله. او الابلكيشن انترفيس اللي هي بقى ايه، البي بروسيس تو بروسيس كوميونيكيشن، اللي هو الابلكيشن اللي انت واقف عليه دلوقتي، يعني الفانكشن اللي دي الفانكشن اللي هي بتهيئ لك الابلكيشن انت واقف عليه دلوقتي. يعني انا دلوقتي واقف على الايميل وبفتح الايميل عشان اشوف الايه، عشان اشوف الرساله اللي جايه لي دي، فطبعا ده ايه، ده اخر فانكشن اللي هي بيشوفها اليوزر اصلا، لكن كل ده بيحصل في النص والرساله ايه، والرساله بتتبعت. البروتوكول انتر اكشن، في طبعا انواع بروتوكولز كتير جدا بنستخدمها وانتوا اتعرضتوا ليها كتير قوي، وممكن يكون يعني الناس اتعرضت ليها بس مش عارفه هي ايه دي. يعني مثلا انت شفت دايما كلمه اتش تي تي بي اللي هو الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، ده المسؤول عن ايه؟ ده المسؤول ان هو يفتح لك الويب سايتس اللي انت بتفتحها، يعني ما تفتح مثلا فيسبوك، دخلت على جوجل، دخلت على اي موقع في الدنيا، ده المسؤول ان هو يعرض لك الكونتنت بتاعك اللي انت بتشوفه على الايه، على الصفحه اللي قدامك. طيب في بروتوكول تاني اسمه تي سي بي اللي هو الترانسميشن كنترول بروتوكول، ده اللي بيمانج الايه، الكونفرزيشنز اللي هي المحادثات ما بيني وما بين زميلي، او بروفايد جارانتي ديليفري اللي هو بياكد لي البيانات دي اتوصلت ولا لا، عشان بيجيب حاجه اسمها اكنولجمنت، يعني ببعت رساله فالمفروض التاني يبعت لي اكنولجمنت عشان اتاكد ان الرساله دي وصلت ولا لا. وهو اللي كمان اللي بيتحكم في الفلو كنترول اللي هو الداتا نفسها هتمشي ازاي على السلك، هتاخد هتتقسم ولا لا، فالكلام ده كله مين اللي بايه بيشتغل فيه، اللي هو التي سي بي. طيب الاي بي ده طبعا اللي هو الايه، الانترنت بروتوكول، اللي هو الاي بي اللي انت عارفه، اللي هو كل جهاز دلوقتي، كل جهاز يعني دخل على الانترنت ليه اي بي معين. اي بي ده مثلا اللي هو 192.168.10.20 مثلا، اي اي بي من الاي بيهات دي كلها بيبقى رقم يونيك، ده اللي بيحدد انت فين، وده اللي ده العنوان بتاعك اصلا، يعني ده العنوان بتاعك في العالم كله. فده اللي هو اللي بيديليفر مسجز جلوبالي عشان يبعت الرسايل على مستوى العالم، فروم ذا سندر تو ايه، تو ذا ريسيفر. ما ينفعش اي جهاز يبعت رساله من مكان لمكان الا لما يكون معاه الاي بي الايه، الاي بي بتاعه. الايثرنت ده البروتوكول المسؤول على اللي هو بيمشي بقى الداتا على الميديا بقى، الميديا ديت اللي هي اللي هو بيشتغل على الان اي سي نفسه، اللي هو الان اي سي اللي موجود في كل لابتوب دلوقتي، اللي انت كنت بتحط فيه السلك بتاع اللي فيه الثمان سلوك بتوع زمان دول، اللي هو بيديليفر مسج فروم وان ان اي سي تو انذر ان اي سي اون ذا سيم ايثرنت لوكال اريا نتورك. ده طبعا بيشتغل على الميديا بتاعتك او الكابل بتاعك اللي هو الوايرد، ماشي. طبعا لو انت شغال على الوان اللي هو شغال على الوايرلس، فده طبعا ده ايه، ده بروتوكول تاني خالص اسمه الوان، فدي حاجه ودي حاجه. طيب في عندك مفهوم اسمه البروتوكول سوت، تعال نشوف ايه البروتوكول سوت ده. البروتوكول سوت ده هو عباره عن انت عندك لو احنا جينا بصينا للشكل اللي احنا شايفينه ده كده، ديت يا جماعه اللي هو التي سي بي اي بي موديل، في اربعه بروتوكولز اساسيين او في اربعه ستيبس اساسيين، اللي هو النيتورك اكسس من تحت لفوق كده، النيتورك اكسس، بعد كده الانترنت، بعد كده الترانسبورت، بعد كده الابلكيشن. كل واحده من دي فيها مجموعه بروتوكولز، وديت البروتوكولز اللي احنا كنا بنتكلم عنها اللي هي اي بي فيرجن 4، اي بي فيرجن 6، تي سي بي، يو دي بي، اتش تي بي، دي ان اس، دي اتش تي بي، كل ديت انواع بروتوكولز اللي انت شايفها دي كلها، ماشي. طيب الموديل اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو تي سي بي اي بي، تي سي بي اي بي موديل ديت بقى الستبس اللي احنا قلنا عليها بقى، دي الستبس اللي بيمشي عليها اي رساله تتبعت من مكان لمكان. طيب انت دلوقتي لو انت بتبعت رساله، فاتح الايميل بتاعك وبتبعته لشخص تاني، فطالما انت فاتح الايميل وبتبعته لشخص تاني فانت هتمشي الستبس بتاعتك من اول ابلكيشن، الابلكيشن ده اللي هو الايميل بتاعك بادئ معاك اهو، بعد كده بعد ما تبعت الرساله هتمشي على، هتروح للبروتوكول التاني اللي هو الترانسبورت ايه، الترانسبورت لاير. ففي مجموعه لايرز كده يا جماعه، اللي هي اللايرز دي عشان تبعت الرساله من مكان لمكان لازم تمشي على مجموعه اللايرز اللي احنا شايفينها دي. طبعا بتمشي من فوق
لتحت لو انت فاتح الابلكيشن وبتبعت رساله. لو انت اللي بتستقبل الرساله يبقى هتستلم من تحت لفوق، مش من فوق لايه، مش من فوق لتحت، لا من تحت لفوق. طيب يعني انت دلوقتي لو بتبعت الرساله بتاعتك، انت فاتح الايميل ماشي، او دخلت على موقع مثلا اتش تي تي بي اي موقع، فعاوز تبعت الرساله بتاعتك، خلاص بعد ما بعت الرساله هتروح للاير الثانيه اللي هي الترانسبورت لاير، دي المسؤوله عن انها توصل الرساله للمكان اللي انت عاوزه. طيب بعد كده عشان توصل الرساله دي هي محتاجه الايه، محتاجه اللاير دي. اللاير دي هي اللي بتحدد بقى الاي بي هات، اللي هو الاي بي بتاع السورس والاي بي بتاع الديستنيشن. طيب بعد ما حددت الاي بي هات عشان توصل للجهاز الثاني، لازم تمشي على الواير سلك اللي هو السلك ده عشان تقدر توصل للجهاز ده. فنفترض مثلا انت عندك الجزء ده كله اللي هو البحر المتوسط، وعندك مثلا كذا دوله هنا في الحته دي، والجهاز الايه الاولاني كان بيبعت هنا في الحته دي كده ماشي. فطبعا بعد ما خلصت وايه ودخلت على المعجنه دي كلها كده وخلصتها، فخلاص طلعت عند اول سلك هيوصلني للجهاز الثاني ده. فطبعا اول سلك هيوصلك للجهاز الثاني، يبقى انت المفروض الرساله دي هتتحول بقى بعد كده الى بيتس او سيجنال عشان تمشي في الايه، تمشي في الواير، الواير ده ماشي اللي هو السلك ده، عشان تقدر توصل للجهاز بتاعك اللي هو في الحته الثانيه دي. فطبعا ده ايه، ده اللي هو اللايرز او الستبس اللي انت بتمشي عليها عشان تقدر توصل مكان لمكان. طيب زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، ان انت عندك هنا ايه، عندك مجموعه بروتوكولز كتير جدا. يعني انت عندك لو انت ملاحظ تحت هتلاقي النتورك اكسس فيها ايثرنت او ارب او ايه او الوايرلس لان، هم الثلاثه دول بس اللي موجودين ستاندر، موجودين في العالم كله مفيش غيرهم ومفيش حد بيلعب فيهم، هم الثلاثه دول ثابتين واوبن سورس، فعشان كده حطهم في مكان لوحده كده زي ما احنا شايفين مفيش فيهم تقسيمات. طيب تعال نشوف مثلا انترنت ايه البروتوكولز بتاعته. مثلا انت عندك لو انت تابع مثلا شركه معينه يعني تي سي بي اي بي، فهتلاقي ان في عندك بروتوكولات اللي هي الاي بي فيرجن 4، اي بي فيرجن 6، الاي سي ام بي فيرجن 4، اي سي ام بي فيرجن 6 ماشي. لو انت تابع مثلا حاجه ثانيه موديل ثاني خالص اللي هو الايزو، فهتلاقي في عندك بروتوكولات ثانيه مختلفه. لو انت شغال على اجهزه ابل مع بعضها، فطبعا ما بتتعاملش بالحاجات دي، بتتعامل مع حاجات ثانيه اللي هي الايه، اللي هي البروتوكول ده. ولو انت شغال مع شركه مختلفه خالص اللي هي برضو ايه، كل واحد ليه البروتوكولات الخاصه بيه. بس طبعا مفيش حد لعب في الايه، في الجزء اللي تحت ده خالص، لان الجزء ده ستاندر واوبن سورس. لكن الجزء اللي فوق ده كل واحد عامل له شويه بروتوكولات وايه وبيشتغل بيه. طيب الحاجات الجنرال بالنسبه لنا اللي هو ايه، اللي هو التي سي بي اي بي، ده اللي هو الجنرال، ده اكتر حاجه مشهوره عندنا ماشي. لكن لو انت بتتعامل بقى مع حاجات خاصه، يعني انت بتتعامل مع مثلا ايزو مع ايزو، فلازم تتعامل بالحاجات دي ماشي. طيب لو انت بتتعامل مع ابل توك مع ابل توك، فلازم ايه تتعامل بالحاجات دي. طب لو انت بتتعامل مع ابل توك مع مثلا اي شركه، يعني شركه مثلا تي سي بي، فممكن ايه تاخد الجنرال احسن يعني ماشي، لان الجنرال طبعا ما بيفهمش الحاجات التانيه دي تمام كده. لكن لو شركه بتتعامل مع نفس الشركه من نفس الفئه، فبياخد ايه، بيشتغل على نفس الحاجات الايه، البروتوكولات اللي هم محددينها ليهم هم. فدي اللايرز اللي احنا المفروض او الرساله عشان توصل مكان لمكان، اللايرز دي بتمشي عليها خطوات، بتمشي من اول مثلا ابلكيشن لحد ما توصل للنتورك اكسس. النتورك اكسس دي هي اللي هي بتنقل الرساله بقى على الواير عشان يوصل للايه، الديستنيشن بتاعه. طيب بيعيد لك تاني اهو في نفس الكلام. في عندك بقى حاجه لسه قايلها من شويه اللي هو اللي هو البروتوكول سوت او نفس المسمى يعني بروتوكول ستاك. ده هياخد بقى من كل بروتوكول حاجه واحده بس عشان يقدر يبعت الرساله دي، يعني هيختار حاجه واحده بس. لو انت مثلا جيت تبعت رساله معينه ايميل مثلا تبعته من سنتر للريسيفر، فلازم تختار بروتوكول واحد بس في كل خطوه، ما ينفعش تختار كل الحاجات دي. يعني مثلا انا هختار مثلا من هنا اتش تي تي بي، وهختار من هنا بس تي سي بي، وهختار من هنا بس الاي بي فيرجن 4 ماشي، وهختار بعد كده الايه الايثرنت لو انا شغال بالايه، لو انا شغال بالسلك. لو انا شغال مثلا بالوايرلس، خلاص هختار الايه، الدبليو لاين تمام كده. طيب انا بعد كده مثلا عاوز ابعت رساله دي اتش سي بي، فخلاص انا هاخد الدي اتش سي بي بس، وهشوف بقى انا هبقى معايا مين هنا ومين هنا ومين هنا. يبقى دلوقتي في عندك مفهوم اسمه البروتوكول ستاك، ان انت لازم تحدد في كل خطوه من دي، لازم تحدد بروتوكول واحد بس على حسب الداتا اللي انت بتبعتها. فمثلا انت بتبعت رساله خاصه بايميلات، فخلاص انا هختار الاي سي ام بي. لو انا هبعت رساله مثلا على موقع معين، فخلاص انا هختار الاتش تي تي بي، ده اللي هو في الايه، في الابلكيشن. طيب ترانسبورت لاير بيبقى فيها يا اما تي سي بي يا اما يو دي بي. تي سي بي ده اللي هو لما تيجي تبعت الرساله بيبعت اكنولجمنت معاها عشان اقدر اعرف الرساله دي وصلت ولا لا. اليو دي بي لا، اليو دي بي ده بيستخدم مثلا في الفويس، لو انت مثلا بتتكلم حد في التليفون يعني، فده اللي هو البروتوكول الثاني ماشي. طيب الانترنت انا استخدم اي بروتوكول،
هستخدم اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6؟ دول اشهر حاجه موجوده دلوقتي. طيب النتورك اكسس، انا هبعت واير ولا هبعت بالوايرلس؟ فخلاص انا هختار الايه، البروتوكول بتاع الايه، بتاع الواير. طبعا لازم تحدد لكل لاير من دي بروتوكول واحد فقط لا غير من البروتوكولات اللي احنا لسه ايه، اللي احنا لسه شايفينها دي كلها، ماشي كده؟ طيب ده اللي احنا بنسميه تي سي بي اي بي موديل، اللي هو بيبقى فيه اربعه لايرز بس، كل لاير من ديت بيبقى ليها مجموعه بروتوكولات، وهي البروتوكولات ديت هي اللي فيها الرولز بقى اللي بتحقق لي وصول الرساله من مكان لايه، من مكان لاخر. التجميع تاني اهوت هيبدا يحط لك شويه يعني بروتوكولز اكتر من البروتوكولز اللي انت لسه شايفها من شويه، اللي هو مثلا عندي ابلكيشن لاير برضو، عندي دي ان اس اللي هو الدومين نيم سيرفر، ماشي، دي اتش سي بي اللي هو بيديني مثلا اي بيهات اوتوماتيك من غير ما انا اشغل، من غير ما انا احط اي بي على الجهاز بتاعي، او البروتوكول بتاع الايميل اللي هو بيحقق ببعت رساله من ايميل لايميل اخر، ماشي، عن طريق مثلا الاس ام تي بي او البوب 3 او الاي ماب على حسب اي بروتوكول فيهم، انت بتختار اي واحد فيهم، او لو انت بتبعت فايل مكان لمكان او بتنزل فايل من درايف مثلا او بتنزله من اي سيرفر، فطبعا برضه بيختار البروتوكول المناسب اللي هو الاف تي بي او الاس اف تي بي او التي اف تي بي، ماشي. طيب لو انت فاتح الويب سايت بتاعك، فانت ممكن تفتح الويب سايت بالاتش تي تي بي او الاتش تي تي بي اس، ده طبعا بيبقى انكريبتد اكتر من الايه، من الجزء الاولاني. فطبعا كل البروتوكولات ديت هي موجوده في الابلكيشن لايرز زي ما اتفقنا، انت بتختار، مش انت اللي بتختار بقى، هو اوتوماتيك النتورك بتاعتك بتختار البروتوكول المناسب على حسب الحاجه اللي انت بتعملها دلوقتي. لو انت فاتح موقع فخلاص هيشتغل ايه، هيشتغل اتش تي تي بي، لو الموقع ده مشفر هيبدا يشتغل بالاتش تي تي بي اس، لو انت مثلا بتنزل فايل فخلاص هيشتغل بالايه، بالاف تي بي. طبعا كل واحد من ده بيبقى فيه رولز معينه بقى جواه، يعني في حاجات ايه هو مسؤول عنها داخليه فيها. الدومين نيم سيرفيس ده اللي هو المسؤول عن ايه، ده المسؤول ان انت لما بتكتب اسم الموقع هو اللي بيبدا يحول اسم الموقع ده الى الاي بي عشان يقدر يوصل الموقع ده، لان مفيش حاجه اسمها انا عاوز اوصل لفيسبوك دوت كوم، لا هو مش كده، انت هو في الاخر اصلا عنده جدول الفيسبوك دوت كوم ده جنبه اي بي معين، فهو هيروح يجيب الاي بي بتاع فيسبوك عشان يقدر يدخل على الموقع، لكن مش هيقدر يدخل على الموقع بالاسم، يعني فيسبوك دوت كوم دي مش هتدخلك على الموقع، لا. فبيحصل ايه؟ فبيحصل ان الويب سايت بتاعك او البراوزر بتاعك بيروح يستخدم البروتوكول اللي هو بتاع دي ان اس عشان يشوف الفيسبوك دوت كوم ده قصادها ايه في الايه، في الاي بي هات، ماشي كده يا جماعه؟ عشان اصلا مش مطلوب مني ان انا احفظ الاي بي هات بتاعه الايه، بتاعه المواقع كلها او بتاعه الشركات اللي انا ايه، اللي انا محتاجها. طيب الترانسبورت لاير فيها تو بروتوكولز، اللي هو البروتوكول الاولاني والتي سي بي. التي سي بي ده كونكشن اورينتد، يعني لما ببعت رساله الريسيفر بيبعت لي اكنولجمنت، بياكد لي ان انا وصل لي رساله. طيب اليو دي بي ما بيبقى فيش تاكيد، مفيش تاكيد ازاي؟ يعني مثلا انا دلوقتي بتكلم واحد في التليفون، بكلمه عن طريق مثلا ماسنجر او واتس، هل دلوقتي انا منتظر لما ابعت له، يعني لما اقول له كلمه هل منتظر النتورك تقول لي اه ده الرساله وصلت؟ لا انا مش منتظر، انا كده كده بسمعه اصلا، فكده ايه، مش محتاج اللي هو ايه، اللي هو يبعت لي اكنولجمنت. على حسب ايه، على حسب المطلوب طبعا، هو بيبدا يختار برضه اوتوماتيك، بيختار البروتوكول المناسب في الحاله دي. طيب الانترنت لاير بيختار برضه الاي بي المناسب على حسب انت شغال اي بي فيرجن 4 ولا 6 ولا نات ولا ايه بالظبط. وطبعا دي راوتنج بروتوكولز اللي هي بتحدد لي الباسز المناسبه عشان اوصل من مكان لمكان تاني خالص، اللي هو مثلا موجود في ما بين دول بقى، يعني ببعت رساله من اسكندريه مثلا لامريكا مثلا، فطبعا مين البروتوكول اللي هو بيحدد الباسز اللي هي المسارات اللي هتمشي فيها المسج دي عشان توصل من المكان ده للمكان ده، ديت اللي هي الراوتنج بروتوكولز، ماشي. النتورك اكسس ده اللي هو البروتوكولز المسؤوله بقى عن انها تمشي الديتا في الواير نفسه، ده لو انت شغال ايثرنت. طب لو انت شغال مثلا وايرلس فانت المفروض ايه، تشتغل على الدبليو لان، وطبعا هتلاحظ ان ديت لو انت عندك راوتر في البيت هتلاقي، لو انت بصيت فيه كده هتلاقي ان انت على العلامه بتاعه الدبليو لان ديت هتلاقي ايه ده، لو انت شغال وايرلس يعني، لو انت مش شغال وايرلس فاطلع طبعا مش ممكن ما تلاقيش دي خالص موجوده او تلاقيها طافيه، ماشي كده. لكن لو انت شغال بالكابل يبقى انت شغال على البروتوكول اللي هو بتاع الايثرنت، تمام كده. طيب التي سي بي اي بي كوميونيكيشن بروسيس بيقول لك، وانت شغال على البروتوكولز دي، لما بتبعت الرساله مثلا من ماشيه من الابلكيشن لحد ما وصلت الى النيتورك اكسس لير عشان تمشي بالسلك بقى، فدي طبعا كل واحده من دي بتبدا تتغلف ببيانات زياده، يعني
يعني الرساله مثلا بدات هنا كده، اللي هي الداتا بتاعتك وصلت هنا كده، فعشان تمشي من المكان ده تروح للمكان ده بيزداد عليها داتا معينه، الداتا ديت اللي هي الحاجات الخاصه مثلا بالترانسبورت لاير، بعد كده عشان تمشي من المكان ده للمكان ده بيزداد عليها داتا معينه، يعني الداتا نفسها او الفايل نفسه او اللي انت بعته ده بيضاف عليه حاجه معينه، ماشي؟ بيضاف عليه ايه بقى؟ طيب تعال نشوف بقى. فمثلا بيقول لك لو انت بادئ تبعت الداتا بتاعتك، انا دلوقتي واقف عند الابلكيشن اهو، وعاوز ابعت الايه الداتا بتاعتي، فعشان تبعت الداتا بتاعتك دي اليوزر داتا اصلا. طيب انت عشان تخش في البروتوكول الثاني اللي هو التي سي بي ده، هتبدا الداتا بتاعتك تتقسم الى مجموعه سيجمنت، يعني الداتا بتاعتك دي اللي هي البلك الداتا الكبير ده هيبدا ايه يتقسم الى مجموعه اجزاء في الايه في التي سي بي، ماشي؟ فهيبقى اسمه ايه، هيبقى اسمه تي سي بي سيجمنت، تمام كده؟ طيب ولازم ينضاف هيدر مع الداتا، يعني لازم ينضاف كده جزء مع الداتا، مع الداتا كده عشان يوضح بقى هو السيجمنت ده رقمه كام، ده واحد واثنين وثلاثه واربعه مثلا، ماشي؟ عشان يعرف لما يروح الناحيه الثانيه، لما يوصل الناحيه الثانيه يبقى عارف ان الترقيم بتاعه ايه. طبعا الترقيم ده هروح اجيبه منين؟ هجيبه من الهيدر ده اللي هو الجزء اللي انضاف على الداتا ده. طيب بعد كده لما يوصل اللاير اللي بعد كده اللي هي بتاعه النتورك هيبدا ياخد اي بي. طيب الاي بي ده عشان يبقى معاك، ماشي؟ فهينضاف الاي بي بتاعك، يعني هيبقى في هيدر كده خاص بالاي بي، تمام؟ يبقى انت كده معاك ايه، معاك السيجمنتس بتاعتك ومعاك الاي بي بتاعك، وبقت بقت الداتا كلها على بعضها كده اسمها ايه، اسمها باكت، ماشي؟ ما بقتش اسمها سيجمنت بقى، بقى اسمها ايه، بقى اسمها باكت. طيب وبعد كده لما توصل بقى لايه، لاخر لاير عندك اللي هي النتورك اكسس دي، هتمشي على، هتبقى اسمها ايه، هتبقى اسمها ايثرنت فريم، يعني الباكت دي هتتحول الى فريم، هينضاف عليها هيدر معين وتبقى اسمها ايه، وتبقى اسمها، تبقى اسمها فريم، ماشي؟ وبعد ما تبقى فريمز هتتحول في الاخر الى بيتس، تحول الى بيتس كده وحايد وصفار عشان تقدر توصل لايه، توصل للجهاز التاني، تمام كده يا جماعه؟ يبقى دلوقتي انا عندي مثلا ويب كلاينت اهو، ماشي؟ فاول ما اجي ابعت الداتا، الداتا ديت هتبقى في الاول خالص شكلها شكل داتا كده، مثلا انا ببعت فايل مثلا، طيب الفايل ده اول ما يمشي على البروتوكول الاولاني اللي هو البروتوكول بتاع الترانسبورت لاير، هيبقى معاها تي سي بي، فهينضاف عليها الايه الفريم، هيضاف عليها الجزء ده كده، يبقى الداتا هينضاف عليها الجزء ده كده، دي انفورميشن خاصه بالتي سي بي، بعد كده هينضاف عليها الجزء ده كده الانفورميشن خاصه بالاي بي اللي هو الاي بي سورس والاي بي ديستنيشن، بعد كده هينضاف عليها بيانات خاصه بالايه بالايثرنت، وبعد كده تبدا تتحول الى بيتس، والبيتس ديت اول ما توصل الى الجهاز الثاني هيبدا يفك الكلام ده كله واحده واحده بقى، هيقوم فاكك بقى الايثرنت، بعد كده فاكك الاي بي، بعد كده كده فاكك التي سي بي عشان يوصل لايه، يوصل للداتا بتاعتك ويعرف يقراها بالشكل المناسب، ماشي كده لحد هنا يا جماعه؟ في مشكله، في مشكله، في اي سؤال الناس اللي معايا؟ باشمهندس معلش حضرتك هتأكد بس من حاجة، يعني أنا بعمل العمليات دي كلها تمام من أول الأبلكيشن لحد ما أوصل للماشين لانجوج بتاعت الجهاز عشان يفهم الداتا اللي أنا أبعتها دي، أو العكس لو أنا عايز أروح للسيرفر أبعت له حاجة اه بيعكس العملية. بالظبط. تمام. وانت عاوز مثلا دلوقتي السيرفر مثلا عاوز يبعت لك حاجه بقى، السيرفر ده لو عاوز يبعت لك حاجه هيمشي من تحت لفوق. يعني ايه هيمشي من تحت لفوق؟ يعني هو هيمشي اول حاجه على الواير، ماشي؟ او انت بتستقبل مثلا، يعني انت دلوقتي انت اللي بتستقبل، ماشي؟ مش انت السندر، انت اللي، انت اللي بتستقبل دلوقتي، السيرفر مثلا بيبعت لك بقى الرسائل دي، بيبعتها لك بقى، فانت عشان تستقبل الكلام ده هتستقبلها بيتس، ماشي؟ طيب يبقى انت هتستقبل منين؟ هتستقبل من هنا، هتستقبل الحاجات دي على الايثرنت، بعد كده تبدا تفك مين، تفك الانترنت، الانترنت لاير عشان تشوف الاي بيهات الموجوده، هل هو الرساله دي جايه لك اصلا ولا لا، ماشي؟ بعد كده تبدا تشوف انت شغال على البروتوكول بتاع تي سي بي ولا يو دي بي عشان تشوف انت هتبعت له اكنولجمنت ولا لا، ماشي؟ بعد كده تشوف الابلكيشن المناسب اللي هيفتح الايه، اللي هيفتح الفايل ده او اللي هيفتح البيانات اللي انت خدتها دي، ماشي؟ وطبعا الترانسبورت لاير دي هي مسؤوله اصلا تقسم البيانات الى سيجمنتس، فاول لما توصل الابلكيشن لاير هياخد السيجمنتس ديت يجمعها على بعض بحيث ان هو ايه، دي الداتا بقى على بعضها ويبدا يقرأها ويختار البروتوكول المناسب بتاعك. يبقى امتى يمشي من فوق لتحت، وامشي امتى يمشي من تحت لفوق؟ ها هيمشي من فوق لتحت لو السيرفر بيبعت لي مثلا رسالة، او مثلا بيبعت لي بيعرض لي صفحة ويب مثلا او اي حاجة. لو وانا همشي من بستقبله، تحت لفوق يبقى تمام. لو انا هبقى السندر، لو انا هبقى السندر كجهاز يعني هبعت حاجة للسيرفر، يبقى همشي من تحت من عند النيتورك لير.
لا، لو انت اللي بتبعت الحاجه، انت فتحت الايميل دلوقتي وبتبعت حاجه لشخص تاني، فكده انت هتمشي من فوق لتحت، كده انت فاتح الابلكيشن، انت فاتح الجيميل. الجيميل بالنسبه لي هو الابلكيشن تمام. دلوقتي، ماشي؟ طيب عشان توصل للسيرفر بقى، السيرفر عشان يستقبلها، ماشي، هيستقبلها في اخر شكل، في اخر الشكل، الشكل الاخير هيبدا يفكها واحده واحده لحد ما يوصل لايه، لشكل الداتا الرئيسي. خلاص، يبقى السندر بيبقى السندر، عشان تبعت من السندر للريسيفر بتبعت من فوق لتحت، الريسيفر عشان يستقبل بيستقبل من ايه، بيستقبل من تحت ويبدا يفك عشان ايه، يشوف الجزء اللي فوق. فطبعا على حسب انت ريسندر ولا ريسيفر اصلا. خلاص، ديت اللي هو تي سي بي اي بي كوميونيكيشن ايه، بروتوكول. طيب في بقى شويه شركات كده هي اللي بتهتم بالموضوع بتاع الكوميونيكيشن بتاع النتورك دي، وهي اللي بتهتم كمان بالتنظيم بتاع الاي بيهات والكلام ده كله، فده جزء تاريخي حاول تقراه، يعني ايه، تاخد منه معلومات يعني. فده كله بيتكلم عن الشركات، الايانا بقى اللي هي مسؤوله عن توزيع الاي بيهات. وفي مؤسسه كويسه جدا، مؤسسه يعني ايه، عريقه جدا في الموضوع بتاع الانترنت يعني، اللي هي ايه، اللي هي الاي تريبل اي. الاي تريبل اي دي على فكره يا شباب هي الايه، هي اللي اخترعت ال 802.11 ايه، هي اللي اخترعت الموضوع بتاع الواي فاي، اللي هو الواي فاي اي وبي وسي، اللي ان احنا دلوقتي كل شغلنا اصلا بالواي فاي، فهي المسؤوله عن تنظيم الرولز والقواعد اللي هي بتحدد لي الموضوع بتاع الايه، عشان ابعت رساله واستقبل رساله باستخدام الواي فاي او باستخدام اي حاجه وايرلس يعني. فده جزء كده ايه، حاول تقراه وتستفيد منه يعني. طيب الريفرنس مودلز بقى هيبدا يكلمك عن التو مودلز مع بعض. احنا اتكلمنا من شويه عن الموديل اللي هو في الاربعه لايرز دول، اللي هو الابلكيشن، بعد كده الترانسبورت، بعد كده الانترنت، بعد كده النيتورك اكسس. وطبعا جمع لك شويه بروتوكولات بس مش كلهم يعني، اللي هو الاتش تي بي دي ان اس ودي اتش تي بي والاف تي بي. وبعد كده في الترانسبورت لاير في عندك اثنين تي سي بي اليو دي بي، وعندك الانترنت في اربعه بروتوكولز، اللي هو الاي بي فيرجن 4، اي بي فيرجن 6، الاي سي ام بي. وعندك في نتورك اكسس في الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دولت، وقلنا اهم اثنين موجودين عندنا اوبن سورس، اللي هم الايثرنت والايه والدبليو لان. تمام كده؟ طيب ده موديل من المودلز، من تو مودلز، اللي هو ده التي سي بي اي بي موديل. طيب في موديل تاني مقسم الاربعه دولت الى سبعه لاير، اللي هو الاوزي، اللي هو الاو اس اي ايه، اللي هو الاوبن سيستم انتر كونكشن موديل. ده مقسم الاربع لايرز دولت، مقسمه الى سبعه لايرز زي ما احنا شايفينهم كده. طيب هو مقسمهم ازاي؟ يعني الابلكيشن لاير ده هو هنا مقسمهم الى ثلاثه لاير، عندي الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن. لو انت جيت تترجمهم كده هتلاقي الابلكيشن ده هو المسؤول مثلا عن فتح الايميل بتاعك، البرزنتيشن هو المسؤول عن شكل الايميل بتاعك، شكله هيبقى عامل ازاي، تنظيم بتاع الايميل نفسه زي الليتر اللي احنا كنا لسه شايفينه من شويه. السيشن ده اللي هو بيفتح لك سيشن عشان لما تيجي تبعت الرساله من ايه، من مكان لمكان تاني. طيب يبقى ده اختصر الابلكيشن لاير في الثلاث حاجات دول، اللي هم الابلكيشن، البرزنتيشن والسيشن. طبعا بعد كده اصلا في